بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هل عاش آدم عليه السلام خارج الأرض؟ وهل يقدم العلم دليلاً غير مباشر على أن سيدنا آدم عليه السلام عاش ذات يوم خارج أرضنا؟ طبعاً حسب نظرية التطور فإن سيدنا آدم عليه السلام هو مخلوق جاء من نسل بشر قبله أو أشباه بشر ليس هناك ما يميزه فقد نشأ الإنسان حسب نظرية التطور بنتيجة تطور طبيعي عشوائي على الأرض وعاش عليها لآلاف السنين ولكن في ظل هذا الاكتشاف الجديد لجامعة ستانفورد والذي نشر بتاريخ 7/11/2019 دعونا نتساءل هل تبقى هذه النظرية صحيحة؟ دعونا نرى الاكتشاف ايها الاحبه يرصد التغيرات التي تحدث في الجينات لدى مغادره الانسان للارض وبقائه في الفضاء لفتره طويله وكيف تتكيف اجسامنا مع الحياه في الفضاء الخارجي طبعا يعني وجد العلماء ان الجينات وهي التي تحتوي على كافه المعلومات الوراثيه للانسان تعدل نفسها بطريقه رائعه وتتكيف بسهولة مع الحياة خارج الأرض سبحان الله يقول العلماء آلاف الجينات تعمل على تعديل وظائفها بسرعة كبيرة أثناء الحياة على الفضاء أو في الفضاء الأغرب من ذلك أن هذه الجينات تعود لوضعها الطبيعي بعد عودة رائد الفضاء إلى الأرض وبسهولة وخلال عشرة أيام فقط البروفيسور جوزيف يقول وهو طبعا من كليه الطب في جامعه ستانفورد الامريكيه اننا وللمره الاولى نكتشف ان الجينات البشريه تعدل نفسها بطريقه رائعه ولذلك نحاول اليوم ان نفهم ماذا يجري داخل خلايا الانسان وقلبه اثناء حياته في الفضاء الخارجي ولكن ماذا يعني هذا الكلام؟ انه يعني حسب مبادئ العلم الحديث ان تركيب هذه الجينات البشريه هو اصلا مجهز للتكيف مع الحياه خارج الارض ببساطه ويعني ايضا ان الانسان لو تطور على الارض فكيف تستطيع الجينات ان تتكيف مع الحياه في الفضاء وهو لم يغادر هذه الارض هذا يدعوني ايها الاحبه للقول بان سيدنا ادم عليه السلام كان ذات يوم خارج الارض في جنة في مكان ما من السماء والله تعالى قبل ان يخلق قبل ان يخلقه ركب جيناته بطريقه هيأها الله تعالى للحياه خارج الارض وبالفعل عاش سيدنا ادم خارج الارض ثم عاد اليها طبعا بقيت هذه الامكانيه اي امكانيه التكيف مع الحياه خارج الارض بقيت في جينات ذريته من بعده حتى جاء اليوم الذي راينا انسانا يعيش خارج الارض ولعده اشهر ثم يعود لحياته الطبيعيه على الارض ويبقى السؤال ايها الاحبه هل يمكن ان نعتبر هذا الاكتشاف العلمي تفسيرا علميا لقوله تعالى فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين الله اعلم واحكم لا نملك الا ان نقول الحمد لله على نعمه الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم انه الحق